ومن استوديو قهوة الصباح إلى محافظة مسندم إلى ولاية بوخا حيث الزميل نجم الشحيم من هناك. فصباح الخير لك يا نجم وإليك الكلمة. صباح النور سيف، أسعد الله صباحكم وصباح السادة المشاهدين جميعا من محافظة مسندم تحديدا ولاية بوخا. نلتقيكم ونحييكم ونرحب بكم من خلال هذا الربط المباشر. حديثنا اليوم إن شاء الله سيكون علما نحن نتزامن مع قرب بداية إجازة الفصل الدراسي الأول، وبالتالي العوائل تبحث عن متنفس لها في كل مكان في أرجاء السلطنة، وبالتالي تعتبر الحدائق والمنتزهات هي من الأماكن المحببة والتي يرتادها الكثيرون خاصة في مثل هذه المناسبات. الحديث عن الحدائق والمنتزهات أهميتها صيانتها وتهيئتها هنا في بلد من خلال بلدية بوخا سنتحدث مع ضيفنا اليوم الأخ درويش بن محمد الظهوري رئيس قسم الشؤون الفنية ببلدية بوخا. أرحب بك درويش وأسعد الله صباحك، ونتحدث عن أولا أهمية عملية التجميل ومشاريع التجميل والتطوير في ولاية بوخا وأهم المشاريع التي تقوم بها البلدية. أهلا وسهلا فيك أستاذ نجم، صبحكم الله بالنور والسرور. طبعا المشاريع كبلدية بوخا قامت في الفترة السابقة بعمل أنظمة ري حديث ويعني استغلال المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي واستغلالها في ري المزروعات للحدائق والمنتزهات، وطبعا بعض اللي هي المشاريع الخدمية في الولاية كأنظمة تركيب الإنارة والطوب المتشابك وما إلى ذلك من الخدمات. طبعا طيب نتحدث الآن عن موضوع المنتزهات والحدائق، عملية تهيئة وصيانة هذه المنتزهات خصوصا تجهيزها وتهيئتها لاستقبال الزوار أكيد اللي راح يزيد عددهم من خلال فترة الإجازات القادمة. طبعا كل الحدائق والمنتزهات هي تعتبر ملاذا لاستجمام العوائل في العطلات الرسمية وفي نهاية الأسبوع، وتضم ولاية بوخا العديد من حقيقة المنتزهات والحدائق منها حديقة بوخا وحديقة الشاطئ، وأيضا الأكبر هي حديقة حل تعتبر ملاذا للسياح وتستقبل العديد من السياح أيضا في هذه الفترة من العام الموسم الشتوي وأيضا على مدار السنة. طبعا التقليم يبدأ بتقليم الأشجار وصيانة دورات المياه والتي تكون طوال العام مفتوحة، وأيضا هنالك يعني الاستراحات وألعاب الأطفال في حديقة، وهي تعتبر حديقة حل موقع متميز حقيقة بمقابل الشاطئ وتستقطب العديد من الزوار دائما. طيب نتحدث عن محورنا الأخير أخوي درويش على عجالة، موضوع الاستثمار في هذه المواقع. أكيد هذه المواقع يرتادها الكثير من السياح مثل ما ذكرنا والمواطنين والمقيمين، هل هناك فرص استثمارية لاستثمار بعض هذه المواقع؟ حاليا يوجد في حديقة حل مقهى مستأجر أو مستثمر من أحد المواطنين عبارة عن كافتيريا، ويعني يقدم المأكولات أيضا المأكولات عند مأكولات شعبية وما إلى ذلك، وتستقبل أيضا حديقة حل في الأسر كأسر منتجة موجودة في فترات العطل الرسمية ونهاية الأسبوع فقط. شكرا جزيلا لك أخي درويش على هذه الدقائق الحقيقة اللي قضيناها معه. إذن هذه بعجالة المنتزهات والحدائق في ولاية بوخا، عملية تهيئتها وصيانتها وتجهيزها وكذلك طرح بعض المواقع للاستثمار من قبل القطاع الخاص والأسر المنتجة. العودة لكم سيف في الاستوديو ونلتقيكم إن شاء الله في لقاءات أخرى إن شاء الله. نعم شكرا لك الزميل نجم الشحي من محافظة مسندم بالتحديد ولاية بوخا، وكل الشكر أكيد لبلدية بوخا على كل الجهود. نحن